السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ماك تيت اللي نبثوه على بس مباشر على صفحة الوكالة الموريتانية للصحافة، والأخبار الصوت والموسيقى يا كلها واصلين. انقطعنا عنكم شوي فترة لأن الوكالة كان عندها تغطيات مهرجان ودان، وأنا مطلع بشوي مشاغل. إن شاء الله بعد دور نتواصل بإذن الله تعالى، تواصل حلقات بعض إن شاء الله. أعطوني أخبار الصوت يا كله واصل، والموسيقى يا كله واصلة. مرحبا بك يا احمد باي يا ابو واضح، بخير فيكم كاملين. ان شاء الله لنا بدو الحلقه بعد شوي. إن شاء الله نبدو. كيف قلت لكم احنا قطعنا عنكم شوي نورا، كان عندنا شغلات تغطية المهرجان وانا مالي كنت واحد شوي. فسكتك هيبر نبغيها باديها، لا ميت فيه وخبيطك نبغيها باديها وميت فيه، انت حسك زين وخبيطك زين وذاك عليه ما مختلفين. اليوم اثنين حسك زين وحازمني بيه وخبيطك حازمني بالزين، وحزم لي مسح من حسك الريم وخبيطك الاثنين الزينين، شذاك وفم شد حزين من حسك وخبيطك الاثنين. الدول شريف يرحمه ان شاء الله. سكتك هيبر نبغيها باديها، لا ميت فيه وخبيطك نبغيها باديها وميت فيه، انت حسك زين وخبيطك زين وذاك عليه ما مختلفين. اليوم مثلي حسك زين وحازمني بيه وخبيطك حازمني بالزين، وحزم لي من حسك الريم وخبيطك الاثنين الزينين، شذاك وفم اشد حزين من حسك وخبيطك الاثنين. قطاع علي ما نرى كان يكان يحكيه كامل ان شاء الله، بعد ما نطيح لك فيه. والله الا مرحبا بكم كاملين وسهلا، ولا متوحش كل الجمهور الكريم، ومتوحش نجابرو ونتحكاوش من لغنا في هاي الجلسه الادبيه المتواضعه. الشيخ المكين مغيلي ما نعرف فيها، كون اللي بعد يغليها ولاد مثل جم معسريها، والله ما نعرف مغيلي بعد مغيلي ما نعرف فيها، كون اللي بعد يغليها ولا نكرد جم معسريها، ولا ما ينعد مجية غير مجيها مجيها بالحق ولا فور علي، هي ما يخز بيها وانا ما يخز بي. ¶¶
وغيري ما نعرف فيها كون اللي بعد يغليها ولا نكرد جم عسريها ولا ما ينعد مجيها غير مجيها مجيها بالحق بلا فور عليا هي ما يخز بيها وانا ما يخز بيا وعودان اني من مولانا ما يخز بيا هي عالج بيها هي وانا ذاكر بيها هي بيا بعد شنو راوركم مستخلط مغيلي ما نعرف فيها كون اللي بعد يغليها ولا نكر جم عسريها ولها ما ينعد مجيها غير مجيها مجيها الحق بلا فور عليا هي ما يخز بيها وانا ما يخز بيا وعودان اني من مولانا ما يخز بيا هي عادت بيها بيا وانا ذاكل بيها بيا بيا الشيخ حقيقة عنه ذاك اللي يقول بالغنم عشوش عليه توف واللي يقول خارج من الناس مغليه علي مولانا نبغيه البغي اللي معسوس عليه كنتو كنت على بغي وعاسب لباس مجي كنت نجي عندي قاع ولا في ناس بغي وحد محامر مجيه من البغي اللي ما ينقاس على بغي الناس الخاطيه ولا ينقاس والشي ما ينقاس او قاع لفد الاخبار بغي له ما على باس ما تحرق بيه جل النار ولا توكل بيه الارض الناس والله اللي توحشتكم انا أخذت فيكم كاملين لحبة كبيرة رب العزة والساكة بلاد فيها كل البلاد تشيط وبحر المحيط وزاد كلاش على بحر المحيط تحيط الله ما نحكي يا خلعنا لكن مجد عبد الرحمن مبارك وجميل سياحة وزيادة وزيادة قليلين بدها لك طلعة أخرى من عبد الرحمن زينة عبد الرحمن طلع اللي يقول لأحمد محمد زينات نعافي تحمل لمحمد والأحمد ما يقبل يار حد الحد ولا يعطي حد الحد لما هو الأخبار تقول انت للي كامل ريت من حد ترد عليه بغيت عمليه بحكمتي مليت والشق والقديم والقرار وهامنال وتيمليت ابو نعميره وعظم الحمار ونات الخيمه والتكيت والنجار ومن الاخبار تراهي اللي جيت اغمن جيت والنعمه وتحط قصار والله الهطار اللي جيت لقيت الهطار وخطار شنقيطي ورفايقتي شيت والقون اللي كانت في الدار تعرف بعد اني ما وديت طلع قدر بعد نار من عافي تحمل لمحمد ولا احمد ما يقبل غيار حد الحد لا يقبل حد يعطي حد الحد كلمة والاخبار ما هطلع اخرات ما نباك تخبرهم كاملات يا من ياسر كان هروم محسوب الشماء محسوب الى اخره عبد الرحمن المبارك وايرا خطبة عدنا وعلينا وقفت انا وانت الاثنين قلتي لي شي فيه قلتي لي وعد فيه كلا عند منين قلتي لي ذاك قلتي لي لاني فاقد الشي عاقب ذاك ونني سبت الهلاك حاش اللي عني كنت معاك وني كنتي تصنتي لي سولتك عن الشي قاعب هاك حاش اللي تيتي تفتي لي وفتيتي لي وهرك فتواك انا ما كان وما تيلي كيف اللي مسكني حشاك سهو قطع واتيلي ودربتي فما غون قلاك عني وعقبتي قلتيلي ودفتان وتيلي منين قلتيلي شو قلتيلي عدو بيك لا عندو منين قلتيلي واكل قلتيلي وقفت بيكم كاملي طلعت بجسيك بجسيك من المكتب وكتن احكيت فاكو دفتان وتيلي منين أنا الليلة عندي هذا مقام التحرار لأن إن شاء الله الحلقة في بالله منه بالطربة لأن عندي أهلا وسهلا دخلت ابو دارت حسن العليم والله دخلت ابو دارت وتان
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا أخذت شيباني قبل أخبار قاعدة تموت الغربة، أخذت تابو دارت فتان وكم ذكرني الشيء ذكرني به ثاني. طلعت الشيخ ابن معالي وخرت أنا حمادي للغفور مسلم الأمور الشكور ما شخدم عصابر وندور كدت لجر ذبتها لي ملانو بدخلي محرور بينوم الشيخ القالي بالمعالي رداد الجهور وبالمصولة المحالي غير المعالي والنور ما صبرت قالت يلا لي قلت لها ما تلتي بالشور قالت لي مثل يعبالي ويا كان علي مقهور نام البارح بالمعالي وبكم ياك الجزائر والجطامع وبشمالي وبكم تونس والجزائر وبكم ويكانوا مالي أخذ التاف ودارت وتان والسبخة وضلوع وكان وبدوق ودقدق وانجا كان والشير والمغالد مني بعدو وبعقل بالريان وسهري قليد المثني والعز العدل والعاتق وران وتنوقيد وتنوقني بعدو مني يبان بعيد عادي قليد ولا هني ذاك اللي داير كنت بعيد غير الهم اليوم اشطني والسقر عني يجي انا هذا الشيء اخذ التاف ودارت وتان هاي لعوين النوم اللي شكراً شكراً جزيلاً أنك ذكرت من راس قلعة قلعة قوان المشروبية والله يا قوان المشروبية حديثك إزاك تركني مالك خاتم خاسر بي أنت قاعدك تعرفني الحقني بفريق زوايا ما بيني وياك رواية كل ضحكة مرايا مشروبية ضحكة تغني ركبني واتم معايا الغيوان انك قافزني ماني حاكم عنك ماي ولاني حاكم عنك لبني ولاني حاكم عنك غاية بيدي يعملها تعجبني يا غيوان المشروفية حبيتك تجزاك تركني منك خاسر خاسر بي كدا تعرفني انا لا ماشي مع طلباتكم قديت من المكان ان شاء الله نلبيه ندور نلبيه تصدقني بالدرس لا على شكر الخير تجي وله الدار اللي يقول نصفت رخم حد فطول عهد الليل وقاطع مول مريان نقول يا تنجول وهاي خايا غير الخايا ما صبت قاعدا نقول يا تنجول وهاي خايا ان شاء الله الانقطاع ما تلفق ان شاء الله باذن الله تعالى كلامكم مدعم الانقطاع اللي حصل قلت لكم عنه في شيء نتحمل الوكاله مسؤولياته وفي شيء نتحمل انا مسؤوليته ما في مشكله انت حكيت ثلاث ركعات بحيوانيه مسؤوليه طلعت البرد لا شافك مورود والله بالحق يا سوائل خدام لي من شزعك وطباعك قالوا لي عنك وليام وشعك من البرود كراعك برود الله شافك مولود يا شيخي وكريم ومعهود جاك ظلك داير البرود حق النوس بد فكراعك قدمي نشك وبيعود نابت لك داير تلياعك نبتوقع عن تعود برود شيخ معرك وكتباعك وقان مخرب فيه شود كبير واسع مرتاعك ومنجم رقف فيه رعود بروق ومن قد شاعك فيك العيش وحلبة الفقود لمنادم كارد من جاعك ومزيق المتود في الاثنين من اصبعك انتقر عليك اياك اثنين وبتن برود المنين بكاع مشد المساكين تلباسك بيه وتزراعك والله فكراع ودي جبته بيديك بذراعك بالحج السوائل خدام لي من شذعك وطباعك قالوا لي عنك الايام كابر طلعت المصطلح الله قال قال لا 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 واحد من الشركة حني يبغى كان يذكر لك هالشيء يا منينا ما تلحقهم لكن لا يا ولي ما عندنا ما عندنا الشيء
لا 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 ما قام معها. كابر هي حقوق مطر الحقوق والربا في البيوع وطوق للسافل دلائل الفروق للدنيا والحجه تفرق ما رأينا يكون العقوق ولا شفنا ما هو مطر الحق طوق للسافل المبلوق والربا في البيوع أبلق من ياكوز الزاز البلوق خفص قرادة المطلق كان الظهر اللي ما يلياش لدار النفقة يبلق والخلق معدل ما هواش كانت مزلق والدلق ودلت مزلق والمعاش تمزلق والخلق تمزلق هذا محمد الشيخ رحمة الصلع والشياطين الرحمة أنا هو عادي بيزا طلعت سليمان تشيب إن شاء الله عندنا جاي الحلقة بالله جاي طلعت أحمد سلم يونس إن شاء الله هو طلع الشريف من السيد شفتوا شارك فيهم في مهرجان عين فرمجان حتى مشاهم اللي هون يقر نفت وصدمة عندي حتى إن شاء الله ونصدمهم دورنا طلع من كل مغنى زين ما يمرمد جاء خليفة وفات الصبرة عن من الأغلبية ويكرني تبانت في دور وبان من كلك حالق شقوقيت صبرة عن من باش تريد علي الحي المجيد الله في التم وفكر بعيد من غوديت وفيه ديت والله بعد واشي دريد بي علي مولتليت عود غوديت مرقليد غير منين عود غوديت الشوف ونشوف المالي يقول لي بعيد الشوف قلم بيت وفات الصبر عن من نار على من تفكرني تبانك في جوني بان من كلك حرق شدي أنا اللي لا ماني لاحق التيت بادي لاحق هاي بيلي عند الله عند الله غير مقطع والقطع عندي حالا بعد مشي قاعد يوم ولم حلقة ليلة لا بد لك أن أطلع طلع هارك من كوه دي هذي مكرشية ما كانت مبرمجة قبال تبطنوا أن المقطع ينقطع ويرجع ان شاء الله والحق الفيلم بنطلع عليك فيه شي محفوظ وشي الشريف وشي الاحمد وهاي ان شاء الله هو الحلقة اللي بنطلع عليها شي نسخة قاعد يطير فوق ان شاء الله والحلقة الفيلم تكون بالخير والبيعه بإذن الله تعالى ان شاء الله طلعت بالبشير ما بخير تالي ان شاء الله طلعت رجال ولا من يداه فكرت طلعت بالسيده وسلم المختار فكرت الحمد لله انك مجازفك ان شاء الله لمسيلة قاعي لا تمي تذكر ما خلقت لك حيلة لمسيلة عقلي فغنيت ما هي باطل لا لمسيلة مسيلة من عند قويبين للسلطانية موكرشين من عند الرق العظم الطين شوقته في العين ثقيلة وسور ولي والله الهني ولا تميت فيه حيلة غير منين تشوف العين قال الله والله العزيلة حكم الكوات ومخيزين الحرشاك وعظمتي لعيوك جار من اليمين والدلال ويك الثقيل وياك الصوم وباليمين عاد تمشي للمشي طلعت الشيخ دار بعربات يجيب الراحة والله دار بعربات خلات من الحيات ودار مديرنات خلات من الحي وياك عندرات وزور الدنبية ذيك هي عاد عندرات وزور الدنبية ذيك هي وصلات من الحية هي ولو حضر الواد من الملودية يبسط وعبوك الزاد الدنيا ذيكي
طلب كان ما لبيت معناه ما هو عندي. يقال إن شاء الله بعد نبغى نرجع للبث ونشوف طلبات الإخوة كاملين إن شاء الله نحاول حال الله نلبيهم بها. صحح بمناسبة هون مش تحدي شهر طلب هون طلعت الرئيس المختار البدار طال هذا ما هو من اللغنة يعطيه الرحمة العبران رئيس الجمهورية الثانية الراحل رئيس المؤسس وأب الأمة هذاك اللي تقول انت قاعد المختار والداداء مختار والداداء هو اللي اللغنة رجل الملهد هو قيادي المحترم شخصية كبيرة شخصية موريتانية من قبل المختار والداداء ما في النهاء الآخر المختار والداداء المختار محمد الدين والداداء اللي هو الرئيس قال الشيخ الشامية طولا اختكل لهم يا نبي تتصيد عن فحشة لعلم الله تعالى العاشق العايف ما يطلع عليك لا استطيع قطاع زوين بين الباطل بين العاشق العايف ان شاء الله بعد ندور نحصلين ونجيبوا لكم طريف ومحل لغنا قاع لا عادي يقول طريف وكيف عبد الناس كرف عليها طلبات ان شاء الله ندور ان شاء الله بعد ما نجيبوا لكم محمد بوبو مدياو هون ما نقدر نحكيها لك في جيلي أحمد العصري طلعت اللي حدوها الأعلام إن شاء الله ونظر نحكيها لك مين محصل هالكامل وراك ما يعني كامل ينقص الصوت في موسيقى هذا تعليمات الوكالة من الإذاعة اللي أبدو نحكيها عشان قال رقت عظم القلب بالامون وعظم القلب رقت عظم القلب بالامون وعظم الرقه غلو وفقول وبنفات الدهر على كل خير الرقه والقلب اليوم حاوز معناهم مقيول عنهم مشتركوا في المفهوم الاسباب اللي فيها منيول كان القلب من اللي محتوم متات من اسباب الحصول عليهم لها مذموم الأسباب اللي كانت مخذول ملاها ورقيق ومشوم عدد متحو بيها موصول للقلب ملاها مريوم وعظم القلب ملاها دقة عاد رق اليوم مفهوم هذا اليوم وعظم الرقة يغلاظ مفهوم هذا اليوم أصحاب زين تبارك الله طلعت تجيبي جواكب طلعت صديق العزيز بعض البشير إن شاء الله نظن فيها لك من هذا التالي إيه تحكيتها والحاجة العام بعد مات أنا قبيلة موريتان في الحرم الأفغاني هذه قبيلة تكشين وجهة تكشين قلت لك عنها لصديق العزيز فاضل البشير إن شاء الله وندورنا
نحصلها ونشوفها لك ان شاء الله. تنبدقى تنبدقى فيها ياسم المغنين. طلعت علي الشيخ وخفيت ان شاء الله. طلعت مريم يا خداها للشاك مدد بيوبي. مريم يا خداها للشاك عنه ما تبقين نلقاك. قالت ياك حياي وحياك. قالت ياك اياك نوله ولد عناك. ومريم ياك قالت فر محله يا خداه. عاد انا اشرهاك غير انا ما في ذل. وانا لابد انا لازم لي بعد الراك. انا لازم لي بعد التمرات. الكلام قلو يا خداه ويسهو مريم قلب الساك ويسهو تلو. ان شاء الله طلع عمارنا عماركم كاملين. والله اللي مشرف بكم وليلة ان شاء الله. والحلقة اللي توف يعني نخلوه نقوله مكرشي ان شاء الله. الحلقات جايين بلا تعالوا محضرين هم يعودوا مثلا بعض اللي كنا على بال منهم. وشكركم حتى ومتوحشكم ومرحب بكم كاملين. ومكم طلب ولبال وصحة. ومكم ما اسمع طلب وان شاء الله رضوا يسمع الحلقات الجاية. وشكركم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.